عايزين بس نستفسر ليه ان حضرتك بالنسبه للناس اللي هي بتاخد وحدات اسكان اجتماعي وبتستلمها وبتبدا تبيعها وتعرضها للبيع، وصل اسعار دلوقتي ارتفعت وبياخدوا اوفر عليها وبيتكلموا الناس على ان هي دي فعلا حقيقه انا ممكن ابيع لك بس مش هتبقى تتسلمها رسمي الا بعد 5 سنين، ايه لحضرتك الحل في الموضوع؟ بص حضرتك، اولا احنا عدلنا احنا عدلنا القانون، وقانون صدر يوم 12/6/12 في الجريده الرسميه، قانون 93 لسنه 2018. احنا بنوفر وحده اسكان اجتماعي للي محتاج سكن يشغله حاليا، اللي واخد الشقه دي للمتاجره الكلام ده مش هيتسمح له بيه. اولا احنا قفلنا باب التوكيلات، وده مقفول اصلا من ايام القانون بتاع 2014، لكن كانت الناس بتتحايل وتعمل عقود ابتدائيه وتروح تعمل صحه توقيع او اثبات تاريخ في الشهر العقاري او في المحكمه، كل الكلام ده اتقفل في القانون الجديد، لا هيسمح في المحكمه بالتصديق على توقيع ولا اثبات تاريخ ولا الكلام ده هيتعمل في الشهر العقاري من اساسه، فاللي هيشتري حاجه بيعرض نفسه لعمليه نصب كامله. العقد بتاعه ده حته ورقه ومش عارف يوثقها في اي حته.